number 11, Captain Mohammed S. Majadi. Number 13, Kamal Kohali. Number 15, Khalid Bhati. Libero number 4, Mausul Maskari. Libero number 14, Yas Adizao. Coach, Bokhan Kuwait Adria. انتصار هدف او انتصار مهم جدا، كنا طامحين باش ننتصروا بثلاث جولات لصفر باش نضمنوا ثلاث نقاط اللي غادي تخول لينا باش ان شاء الله نمروا للنصف النهائي. كنتسناو المباراه ديال الكاميرون مع اذربيجان ان شاء الله، وهي اللي هي غتقرر، حيت دابا لا ربحات الكاميرون وتربح كاميرون السودان غيوليو كلشي ربح جماتشات، سكيفي دابا حنا حاليا مازال ما يا با دي كاليفيكاسيون، وكنتمناو ان شاء الله نفوزو على المباراة الثالثة ضد اذربيجان باش ندوزو حنا الاولين في الجروب. الدورة هذه الطموح ديالنا صراحة، حنا عازمين باش نحققوا ميدالية من الميداليات، هي الذهبية يا الفضية يا النحاسية. المستوى ديال الدول الإسلامية؟ مستوى جيد، مستوى جيد، لا بأس به. انا من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر جميع المغاربه، وكنشكر العائله ديالي، وكنشكر جميع الصحفيين المغاربه اللي متبعينا، واللي ان شاء الله الله يحفظهم والله يخلي لهم صحيحتهم. الشباب اللي كيشوفك اللي بغى يدير البولي. الدراري الله يستر الجميع، البولي راه فيه ما يدار، و كنتمنى الشعب المغربي الشباب المغربي يتلاح ليه بزاف. الله يستر الاصدقاء ديالك ديديكاس قايدي ديديكاس كبير للاخ ديالي زوير الحشدادي واصدقاء ديال الدرب اصبح الزنقه 31 بيس.